أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطر الجيش العراقي على قاعدة عسكرية ضخمة تابعة لتنظيم داعش في مدينة الموصل، وقال مصدر رسمي إن وحدات الشرطة الاتحادية تمكنت من السيطرة على مركز لتدريب الإرهابيين يعرف بمعسكر أبو مسعود للتدريب العنيف في بلدة البوسيف الواقعة غربي مدينة الموصل. أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدراسة إقامة مناطق حظر جوي فوق سوريا شريطة موافقة الجانب الروسي من أجل تحقيق الاستقرار. وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه بإمكان كل من واشنطن وموسكو العمل معا لتحقيق الاستقرار على الأرض، ما يضع أساسا للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سوريا السياسي. أعطى إعلان تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة بنغازي بعد قتال استمر لمدة 3 سنوات حالة من البهجة والأمل لأهالي المدينة، وخرج أهالي مدينة بنغازي إلى الشوارع للاحتفال بانتصار الجيش في منطقة الصابر وسوق الحوت وسط المدينة. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له على موقع تويتر إن الرد القطري الشكلي استحق الإهمال الذي لقيه في المؤتمر، مؤكداً أن الخطوات المقبلة ستزيد من عزلة الدوحة وأن موقعها سيكون مع إيران وعدد من المنظمات الإرهابية. يعقد في واشنطن مؤتمر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأسبوع المقبل لبحث سبل تسريع الجهود المبذولة لدحر التنظيم الإرهابي بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. وقال البيان إن مجموعات عمل تابعة للتحالف بشأن محاربة تمويل الإرهابيين الأجانب ودعم الاستقرار سوف تجتمع لتقييم الحملة ضد داعش ومناقشة سبل تكثيف الضغط على التنظيم في تلك الجوانب الحاسمة. وصفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي أطلقته بيونغ يانغ بأنه ينتمي لفئة جديدة نوعياً من الصواريخ الكورية الشمالية، وأدنت الوزارة التجربة ووصفتها بأنها تصعيد ومصدر لزعزعة الاستقرار. وأوضحت مصادر مطلعة أن الخبراء العسكريين الأمريكيين لم يكونوا على علم بتطوير مثل هذا الصاروخ في كوريا الشمالية، وكانت كوريا الشمالية أعلنت نجاحها في إطلاق صاروخ باليستي عابر للغارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.